باسم رئيس الجامعة والقائم بأعمال رئيس الجامعة. يأتي هذا اللقاء مع الطلبة الجدد الملتحقين في الأقسام المختلفة في الكلية اللي هي التغذية والتصنيع الغذائي وفي الإنتاج النباتي ووقاية النبات وفي الإنتاج الحيواني ووقاية الحيوان وفي الطب البيطري في شتى التخصصات. طبعا عدد الطلبة الملتحقين بلغ أكثر من 120 طالب لهذا العام في هذه الكلية، وهذا رقم قياسي، وبالتالي بيطلب منا انه يكون في هناك عملية ارشاد ناجعة للطلبة. ثاني، تعرف الطلبة على هذه التخصصات واهميتها للمجتمع، تعريف الطلبة بالخطة الدراسية اللي رايح يدرسها، وهذا شيء مهم لانه اذا بتبدأ انت مع الطالب من البدايات فبالتالي يعني بيكون الطالب منتظم، وبالتالي ان شاء الله في الظرف الزماني والمكاني بيتم عملية التخرج.